من داخل أكاديمية المفهوم العالمي للحساب الذهني بسبها تتواصل فعاليات البطولة الثانية للحساب بمشاركة قرابة 60 طالبا يتنافسون في حل 200 مسألة حسابية خلال دقائق معدودة. هذه احنا كل بين فتره وفتره لطلبتنا بين المراكز في مدينه سبها نديروا في بطوله، درنا من قبل البطوله الاولى وهذه البطوله الثانيه للماكس مايند لطلبتنا جميع مراكز سبها. طبعا التمهيدي A 100 مساله في 5 دقائق، التمهيدي B 150 مساله في 5 دقائق، عندنا الاساسي الاول والاساسي الثاني والاساسي الثالث حتى هم 200 مساله في 5 دقائق، لكن من المستوى الرابع المستوى الخامس فما فوق 8 دقائق وحتى هم 200 مسألة، حوالي 59 طالب. بعضنا لا يعلم الكثير عن نظام تعليم الماكس مايند الذي أثبت جدارته في تحفيز كثير من الأطفال وتحسين مستواهم في الحساب وانعكاس ذلك على بقية موادهم الدراسية وبالتالي تحصيلهم العلمي. هو عبارة عن برنامج الغرض منه تشغيل فصي الدماغ الأيمن والأيسر علشان يشتغل مع بعضها. الأغلبية احنا تلقى يا فص أيمن يا فص أيسر، ولا أغلبية يشتغل بالفص الأيسر، لكن لما خلال العمليات الحسابية اللي نديروا فيها هم كلهم يحسبوا رياضيات، لكن هي عمليات حسابية تنشط الفص الأيمن والفص الأيسر. هنا بيكون في صورة وفي أرقام، يعني هنا الصور خاصة بالفص الأيمن والأرقام خاصة بالفص الأيسر. خلاص هنا من خلال التدريبات المستمرة هنا يشتغل، بدل ما يكون عندك فص واحد يشتغل 1000 فصين، ومن هنا يبدأ الإبداع للطالب وخاصة لما يخش للجزء التخيلي. هنا بيكون عندنا أطفال ما شاء الله وعباقرة، وتعزز حتى ثقة الطفل بنفسه، تكون عنده سرعة في الإجابة ودقة في النتيجة، يحب حتى المواد الثانية مش غير مادة الرياضيات. الله يجونا عدة طلبة مستواهم ضعيف، عدة طلبة ثقة بالنفس ما فيش ما شاء الله، يعني الثقة بالنفس ليه احنا استغربنا، يعني بروحنا احنا منبهرين بالنتيجة اللي وصلنا لها. تنتشر مراكز الماكس مايند في مختلف أنحاء الجنوب، وبدأت بعض المدارس في افتتاح دورات للطلبة الراغبين في تحسين مستواهم الدراسي. تميز العديد منهم في هذا المجال ويسعون للمزيد من خلال التدريب والتعليم والاستمرار في هذا البرنامج. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي سبحانه.